نسبة عزوف كبيرة عن الانتخابات البرلمانية من قبل المواطنين في العراق، أبرز أسبابها انعدام الثقة بهذه الانتخابات ونتائجها. محافظة ديالى إحدى المحافظات التي بدا جلياً عدم رغبة مواطنيها بالاقتراع في هذه الانتخابات، لحقيقة باتوا يدركونها بأن تحسناً لن يطرأ على هذا البلد بمنحهم أصواتهم لمرشحين يرون أنهم كانوا معالم للفساد على مدى سنوات كثيرة. الطبقة السياسية التي حكمت بالعراق حقيقة طيلة الفترة 15 عاماً لم تقدم منجزاً واضحاً ومشهوداً يبعث على التساق الجمهور والتساق الناخب بمدى صدقية هذه العملية السياسية. ويرى مواطنو ديالى أن عدم تغير وجوه المرشحين للانتخابات في محافظتهم وانتشار الرشاوى في العملية الانتخابية التي برزت فيها سيطرة الميليشيات بشكل كبير، علاوة على عدم تحقق الأمن في المحافظة الوعد الأبرز للمرشحين السابقين، كل ذلك يبرر بقوة عزوف أهالي المحافظة عن التصويت. يعني أدت الأسباب الأمنية أيضاً إلى عزوف الناس في بعض مناطق ديالى. التهديدات الأمنية موجودة، المسلحين وصلوا إلى مراكز الاقتراع، ومنهم حسب معلومات اللي وصلت أنه دخلوا إلى مراكز الاقتراع مع الناخب. وتشكل الوعود الانتخابية التي لم تتحقق على مدى دورات انتخابية عدة هاجساً كبيراً لدى المواطن في محافظة ديالى، كان له الدور الأبرز في إحجام المواطنين عن إعطاء أصواتهم لأي من المرشحين في هذه الانتخابات. كل شيء ماكو، والله وكيلك مرة عايبة ما قاصين عندنا، وتفضل هاي بيوتنا وهاي احنا خرايب قاعدين بها. زين يومية جيب انقص راتبك فوق الفقر ما يسموه، ونفس الحالة وراجع وجيب وهم نفس الشيء، ولاحقين على 60,000 بالشهر. زين كل شهرين يعطوك 140-135، هاي شو تريد بعد معدهم؟ حصة ماكو. لم تستطع الحملات الإعلانية الضخمة للمرشحين للانتخابات البرلمانية في البلاد أن تستقطب الناخب أو أن تحثه على إحداث التغيير الذي يرغبه، فكانت نسبة الأقبال هي الأدنى منذ عام 2003، حيث لم تتجاوز حسب مراقبين بريطانيين حاجز 19%.